صباح الخير، صباح البركة، صباح السعادة، صباح الراحة، يا رب على كل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. وأنا قلت صباح الراحة لأن النهاردة وزي ما وعدناكم من امبارح، حلقة النهاردة من صباح النور هتكون حلقة خاصة جدا، هتكون حلقة مفاجأة، ويا رب يعني نقدر نسعدكم ونفرحكم من خلال وجودنا معاكم في مكان حقيقي. يعني الكاميرا دلوقتي لما هتوريكم المكان اللي احنا موجودين فيه تشعر كده وكأنك في السماء، تحس بنوع من الراحة، تغمض عينيك تحس كده وبمنتهى الأمانة إنك رجعت للقرون الأولى في المسيحية، تشتم رائحة الآباء الأولين والبركة والحاجات الجميلة اللي ممكن تكون بتقرأ عنها في السنكسار وفي تاريخ الكنيسة وانت قاعد في المكان الجميل ده اللي في حضن الجبل، دير القديسة العذراء مريم بدير الجندلة في أسيوط، قريب جدا أو على أول الغنايم في محافظة أسيوط. حلقة النهاردة من صباح النور، حلقة الخميس 17 يونيو 2021، حلقة مختلفة جدا، يا رب نقدر نفرحكم ونسعدكم. صباح الفل يا إسحاق. صباح الفل يا هبة، وصباح الفل على كل مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان في العالم. دايما بنستثمر مكاننا الجميلة وأديرتنا الرائعة، بنستثمر الأحداث، بنستثمر إن إحنا وقتنا إن إحنا نبقى مع حضراتكم من أكتر من مكان. الحقيقة بنستمتع، ربما يكون في الوقت ده مجهود على فريق العمل، بنسافر بالأتوبيس رايح جاي وهنا وهنا وهنا، لكن الحقيقة صدقوني كلنا بنبقى في غاية السعادة لما بنقدم لحضراتكم حاجة ربما تكون مختلفة، ربما تعجب حضراتكم، وده بيبقى دايما هدفنا. معاكم النهاردة زي ما قالت هبة من دير القديسة العذراء مريم الجنادلة، أو زي ما احنا بنقول طبعا دير الجنادلة بأسيوط. نستمتع النهاردة بالآباء، ونستمتع بالكلمات الحلوة، ونستمتع حتى بقديس الدير هنا، القديس مقروفيوس اللي أسس الدير، ومين هو ونعرف إيه حكايته. إن شاء الله يعني نكون معاكم النهاردة في حلقة مميزة جدا، وبنسعد جدا كمان زي ما بنقول كل يوم بالتواصل معانا والتعليقات الجميلة على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت. يا رب تكون حلقة مختلفة النهاردة نقدمها لحضراتكم ونعرف معلومات أكتر ونستمتع أكتر. والحقيقة أنا يمكن عندي كده حاجة شخصية أحب أقولها، معرفش هي بتشاركني فيها ولا لأ. أنا لما باجي الصعيد دايما الحقيقة بشوف الروحانية اللي بقرأ عنها في الكتب، يعني أوقات الواحد كده بيوصل أو دماغه يقول له خلاص الناس بقت صعبة ومش عارف إيه وبتاع، وإحنا دايما نقعد نشتكي على من بعض على السوشيال ميديا أو بتاع، لكن صدقوني بنشوف نماذج جميلة، والنماذج ممكن ما يكونش بس الآباء والقائمين وكذا وكذا وكذا، لكن بيبقى حتى الناس البسيطة الحلو. طبعا مش هنسى إن أقول لحضراتكم إن إحنا النهاردة في ضيافة نيافة الحبر الجليل المطران نيافة الأنبا اندراوس أسقف أبو تيج والغنايم وصدفة، وإحنا النهاردة مبسوطين جدا باستضافته لينا وبيعني كرم الضيافة، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة جدا. مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة الحقيقة من بداية ما رجلينا خطت هنا في المكان، وإحنا شايفين محبة الآباء الكبيرة، الروح الحلوة اللي إسحاق كان بيتكلم عنها واللي زي ما بقول كده بنقراها في التاريخ بتاع الكنيسة، هو ده أساس كنيستنا، المحبة، واللي كل واحد لما بيقدمها للتاني هو ده اللي بيخلي دايما الكنيسة تنمو وتكبر ونعلم المحبة الفعلية والحقيقية لولادنا. من بداية الطريق ما خرجنا من المكان اللي كنا موجودين فيه لغاية لما وصلنا للدير هنا وإحنا بنسمع الحكايات حلوة والخدمة والشباب ومين من الآباء اللي أصلا هنا من الإبرشية وبعدين ربنا اختاره إنه يتولى مهام تانية وخدمة تانية في مكان تاني مختلف، لكن التربية اللي اترباها هنا في الكنيسة وفي الدير هي اللي أثرت في خدمته، وإحنا برضو هنتكلم حضراتكم ده بالتفصيل. لكن حقيقي إحنا في مصر هنا بنمتلك حاجات مش موجودة يمكن في أي دولة من دول العالم، مصر اللي ربنا اختارها وخصها بحاجات كتير، يعني بنتكلم طبعا على كل الأصعدة والمستويات، لكن حتى على المستوى الروحي مصر اللي قدمت شهداء وقديسين ومحبة وتاريخ في الكنيسة، والمكان هنا وغيره من الأماكن كتير اللي مليان بالمغارات الأثرية والكنائس القديمة اللي بتحكي تاريخ يمكن حتى من قبل دخول المسيحية وبعد
بعدها، ازاي ابائنا الاولين استثمروا واستغلوا الاماكن دي والمغارات وعايشوا فيها حياه الوحده وحياه الرهبنه بالمعنى الحرفي للكلمه بعد تاسيس الانبا انطونيوس اب الرهبنه لحياه الرهبنه في البراري وفي الصحراء. يعني حياة البراري والجبال وشقوق الأرض يمكن اللي بنقرأ عنها ونسمع عنها بتشوفها هنا في الأديورة العتيقة والجميلة. نتكلم هنا في مكان بيرجع تاريخه لأكتر من 1500 سنة، تاريخ عظيم وطريق الحياة. الواحد لما دايما بيقرأ وبيسمع وبيجي الأماكن دي بيشعر، عارفين كده لما بيجي وقت الصيف يقولك راح أغير جو، راح أغير جو، دي معناها أنا راح المصيف، راح أنزل البحر. لا، ده الروحانية كمان أو الروح نفسها بتحب تغير جو وتعيش أجواء جميلة. فأنت لما بتستمتع بالقصص الجميلة والحكايات الجميلة حقيقي بيفرق معانا جدا. يمكن زي ما قالت هبة، الآباء إحنا من ساعة ما جينا كل واحد بيقدم نفسه، كل واحد يقول بيقدم الآخر عن نفسه، فيبتدي يقول أبونا فلان علمني، أبونا فلان علمني، فبقول لهم يعني أكيد الناس الحلوة دي لازم تطلع ناس حلوة يعني طبعا. فالنماذج النهاردة كمان حابين نسلط الضوء برضو على فكرة النماذج، فكرة النموذج، زي يكون عندك نموذج في الخدمة. ما أنت يعني بكل بساطة كنيسة ما فيهاش أب كاهن حلو صعب تلاقي خدام حلوين ويقودوا الشعب ويقودوا الولاد مثلا والشباب. ما فيش خادم قوي صعب تلاقي برضو كنيسة قوية، تلاقي الدنيا تعبانة والخدمة تعبانة. فهي دي، فتعالوا النهاردة نتكلمكم كمان عن نماذج حضراتكم عارفينا وقديسين حضراتكم تسمعوا عنهم وناس جميلة جدا نتكلم عنهم النهاردة ونعرف حضراتكم. ننسى كده كل همومنا ومشاكلنا ونستمتع مع بعض في مكان تحس فيه بالراحة، ممكن تشيل كل همومك ومشاكلك وتحطها كده على جنب وتعيش الساعتين اللي جايين دول بروح تانية وبروح مختلفة. كلنا أكيد في الوقت الصعب ده محتاجينها، محتاجين في لحظات كتير نشوف ربنا في حياتنا، محتاجين نخرج بره مود الزحمه والالتزامات والحياه. لكن خليني برضه اقول لحضراتكم ان طبعا زي ما انتم عارفين من 1/6 كل عام بنحتفل بعيد دخول العائله المقدسه الارض مصر. الاحتفال ده ما بيكونش مدته يوم واحد، لكن يمكن في كل الكنايس والاماكن اللي بتحمل اسم القديسه العذراء مريم بيبقى في طابع خاص ونوع خاص من الاحتفالات، سواء العائله المقدسه كانت مرت بيها او بشكل رسمي عندنا ما يثبت انها قعدت في المكان ده، أو إحنا بنبقى طبعاً يعني نوع من البركة الكنائس اللي بتحمل اسم القديسة العذراء مريم زي ما بقول حضراتكم كمان بتعمل احتفالات. 3 سنين و6 شهور أو يعني قرب 4 سنين العائلة المقدسة كانت موجودة هنا في أرض مصر، خطت تقريباً في كل شبر فيها، خدتها من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، كل أراضينا اتباركت بيهم وبوجودهم بحياتهم هنا معانا، وبعد مرور أكتر من 2000 سنة لسه بنحتفل. الدير هنا كمان بيقيم احتفالات من تقريبا يوم 13/6 بتستمر لمدة 15 يوم يعني لغاية يوم 28، بيبقى فيه طبعا يعني زحام وإقبال هنا على زيارة الدير. الاحتفالات بتبقى جميلة وبتبقى مبهجة وبتبقى أيام فيها نهضة وبتبقى أيام كلها بركة، ويمكن لولا الظروف بتاعت الكورونا اللي كنا بنمر بيها وبيبقى فيه عملية تنظيمية يعني بشكل أو بآخر سواء من الكنيسة أو على المستوى الأمني، لكن يمكن في الأيام وفي الظروف العادية بيبقى فيه زحام شديد جدا وإقبال شديد جدا. فما زلنا معاكم برضو في احتفالات عيد دخول العائلة المقدسة لأرض مصر من دير العذراء الجنادلة اللي بيحمل اسم القديسة العذراء مريم. هنتابع مع حضراتكم ونتكلم برضو عن الاحتفالات هنا وطبيعة الاحتفالات. احنا عارفين مثلا جبل الطير بيحتفل لمدة اسبوع، هنا بيبقى اسبوعين، بنيجي في شهر 8 يبقى اماكن كتيرة جدا في صوم العذراء بتحتفل لمدة اسبوعين. تعالوا نتكلم عن دير الجنادلة واحتفالاته، من امتى بدأت الاحتفالات ومين مؤسس الدير وازاي تتم تطوير الحياة الرهبانية في الدير وهذا المكان العامر اللي كان فيه الاف في الرهبان في وقت من الأوقات. نتكلم أكتر ونعرف أكتر على مدار الحلقة النهاردة، وأصدقائنا الحلوين اللي بيبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك بنصبح عليكم كلكم وعلى كلامكم الجميل. يمكن سريعا كده أنا وهبة نحاول نقول بعض الأسامي: مينا عوض وعفاف عياد وعماد راتب وفادي مفرح وسمير دميان وإستر عبد الوهاب ومينا عوض ومينا أنجيلس وكراس مش عارف ايه مش عارف اقراها يعني وام شنوده جرجس، كلهم يعني بيطلبوا صلوات الاباء وصلوات امنا العذراء.
نوصل كلامكم. لكن هبة لو حابة تقرأ برضو كم اسم تاني. طيب برضو في جانيت غوبريال، شربات ويليام، إيمان غالب، فيوليت فهمي، يعني ناس كتير الحقيقة، يعني كل أهلنا كمان اللي موجودين في الصعيد في كل محافظات الصعيد بعتين كلام حلو قوي، ويعني إحنا كمان سعداء بوجودنا، ونتمنى أن يعني في كل حلقة نقدر نكون موجودين معاكم في مكان أو في محافظة في الصعيد وإبلي وبحري، هنعمل كده على قدر الإمكان. في ناس كتير برضو بعت يعني بتقول يعني يا ريت الناس تفتكرنا، كل واحد كاتب عنده مشكلة، عنده تجربة بيمر بيها، إحنا برضو بنوعد حضراتكم وبكل أمانة، وده لخاص لكل يعني مشاهدين البرنامج الكرام والغاليين على قلوبنا، يعني هنعمل ورقة كده نكتب فيها يعني يا رب يذكر كل واحد عنده مشكلة بيمر بتجربة أو ليه طلبة معينة، وأكيد ربنا بيبقى سامع القلوب وعارف كل احتياجاتنا، ونحطها برضو لحضراتكم هنا في الكنيسة الأثرية. لسه معاكم، هنخرج لفاصل دلوقتي ونرجع نستقبل الآباء وضيوفنا النهاردة ونتكلم في أو إحنا ضيوفهم النهاردة الحقيقة عشان التعبير يبقى سليم يعني، ونتكلم معاهم أكتر عن الدير وعن احتفالات العائلة المقدسة وعن القديس ماكروفيوس وعن الآباء اللي أثروا هنا في المكان. نخرج لفاصل ونرجع تاني. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. حابب أكرر عشان اللي ما شفناش من البداية، معاكم من دير القديسة العذراء مريم بدير بجبل الجنادلة بأسيوط. حابين نتكلم، هو الدير ليه اسمه الجنادلة، أو يعني إيه معنى كلمة الجنادلة، ومين هنا مؤسس الدير وتاريخ الدير والأباء اللي جم هنا في الدير؟ نتكلم كتير ونعرف أكتر، لكن اسمحوا لنا نرحب بضيفنا أو اللي احنا ضيوفه النهاردة، بينورنا ويباركنا يكون معانا، وتسأبونا الراهب القمص تدرس الأورشليمي أمين دير القديسة العذراء مريم بجبل الجنادلة بأسيوط. أهلا بوتسكبونا. شكرا للاستضافة يعني. منورنا يا ابونا، منور شاشة القناة، منور برنامج صباح النور، وبنشكركم مرة تانية يعني بضم صوتي وصوت اسحاق على استضافتكم الغالية والكريمة لينا معاكم النهاردة. وخلينا نبتدي نعرف الناس أكتر على الدير وليه اسمه دير الجنادلة. الأول بنرحب بيكم، أهلا بيكم، وعلى رأسها أستاذ إيليا ثروت باسيلي وبرنامج صباح النور. التقديم والاعداد والاخراج واللي ورا الكاميرات والناس الحلوه دي اللي شغاله عشان تمجد اسم ربنا يعني. شكرا ليك يا ابونا. الدير هنا اسمه دير العذراء بدير الجنادلة، والبلد او المكان اللي هنا كان اسمه دير ابو مقروفه. ابو مقروفه اللي هو الاختصار بتاع الانبا مقروفيوس مؤسس الدير هنا. بس بعد كده اتسمت دير الجنادلة عشان الصخور اللي في المنطقه هنا نوعها اسمه الجندول او الجندل، وده الصخور اللي بتبقى في المايه باستمرار يعني. فسموا البلد باسم الصخور، كانت اسمها دير ابو مقروفه لغايه سنه 1905 في الخرائط حتى. يعني حتى الخرائط مرتبطه باسم القديس مقروفيوس. لو قدسك واحنا يعني عشان نتكلم عن القديس مقروفيوس وقدسك اشارت ليه، اتكلمنا عن تاسيس الدير هنا يا ابونا، امتى وازاي تاسس، وواضح ان القديس مقروفيوس ليه دور كبير يعني. انبا مقروفيوس طبعا ده من اباء الظاهرين جدا في الرهبنه، في الحياه الرهبانيه في القرن السادس الميلادي. وهو كان ابن حاكم قاو او ابن ملك قاو، اتولد سنه تقريبا يعني 490 او في اخر القرن الخامس. وكان هو الابن الاكبر للملك، وكان عنده ثلاث اخوه ثاني، بولس والياس ويوساف. وكان الاسره نفسها كلها مسيحيه مرتبطه بربنا كويس، وتعلم اولادها العقيده المضبوطه، عشان كده انبا مقروفيوس سمي باسم ناقوس الارثوذكسيه بعد كده. ناقوس الارثوذكسيه. ده عشان ايه يعني؟ عشان كان بيثبت الناس وينبههم للامانه الارثوذكسيه المضبوطه. الله. وكان بيساعد. جميل. وصف جميل. ده في المخطوطات بالاسم ده. ناقوس الارثوذكسيه. وارتبط المكان او الخدمه بتاعته باسمه القديس مقروفيوس. القديس مقروفيوس هنا. هل هو اسس اديوره ثاني هنا في المنطقه ولا هو الدير ده بس؟ لا، اسس اربع اديوره ثاني. يعني هو اسس خمس اديوره في المنطقه هنا. من الجنادلة لغاية البلايزة بحري.
على بعد تقريبا يعني 10 كيلو من هنا. طيب تابعونا الدير هنا، احنا يعني عارفين ان في مغاير اثريه وحاجات ترجع حتى تاريخ الايام الفراعنه، يعني ايه اقدم حاجه، اقدم حاجه موجوده هنا في الدير؟ الكنيسه الاثريه، هي على اسم العذراء دي اقدم حاجه، او في مغارات تانية هنا في الدير؟ في مغارات كثيره في المكان كان بيستخدم في الاول، يعني يقال ان كانت محاجر بيقطعوا منها حجاره عشان يبنوا بيها في اماكن ثاني ايام الفراعنه، وبعد كده يقال انها استخدمت كصوامع لتخزين القمح ايام يوسف الصديق في المنطقه هنا برضه. اعتقد المنطقه كلها يا بونا يعني هنا ولغايه تير العذراء درونكا كل ده كان مستخدم في موضوع الصوامع ده يعني. ومدينه ابو تيج برضه كان اسمها تابوتيكي، يعني مخزن او شونه كان بيخزن يعني فيها. متعرف هنا عن المنطقه اللي هي فكره التخزين. احنا بنبعد عن درونكا يا بونا حوالي 25 كيلو يمكن، من اسيوط نفسها 25 كيلو يعني يعني ما يقرب من 20 مثلا، 20 كيلو من دير درونكا هنا. طيب اتصابونا لو عايزين نتكلم، طبعا يعني محبة الناس للقديس الأنبا ساويرس الأنطاكي كبيرة جدا يعني، واحنا عرفنا من أول ما جينا هنا أن برضو كان في علاقة وثيقة بينه وبين القديس ماكروفيوس، فإيه بقى نوع العلاقة اللي ربطتهم وإيه علاقتها كمان بالخدمة أو بالدير هنا؟ طبعا أنبا ماكروفيوس لما جه الأنبا ساويرس من بحر، في الأول نزل وادي النطرون وبعد كده نزل الصعيد وصل اسيوط، فالانبا ماكروفيوس سمع ان هو نزل اسيوط فاشتاق انه يشوفه، فراح له. اول ما وصل عنده راح سجد له لغايه الارض انبا ماكروفيوس، فراح اتنبأ له الانبا ساويرس انه هيكون اب روحي لمجموعه كبيره من الرهبان، وهيكون ناس كثير هتخلص على ايديه، وهيكون اسمه شائع في كل مصر في حياته وبعد نياحته. وقال له يعني انه ممكن يعني يطلع منه شفاء والامراض كثيره يعني. يعني الانبا ساويرس الانطاقي تنبأ للقديس ماكروفيوس وكان لسه ما اسسش الرهبانه هنا في المكان ولسه ملوش تلاميذ يعني. بس. دي من العلاقات الروحيه الرائعه يعني. المخطوطات بتقول كده يعني، مخطوطه في دير الانبا انطونيوس. المخطوطه رقم 152 تاريخ لدير الانبا انطونيوس، معمار القديس العظيم ماكروفيوس ابن الملك بقاو ونياحته في 7 برمودا، تاريخ النسخ 29 ابيب 1452 شهداء، ورقه 94 ظه 96 جيم. ده المخطوط اللي احنا بنتكلم منه النهارده. يقال كمان ان في التاريخ او في السنكسار كمان معجزات باسم القديس ماكروفيوس. لو قدسك تقول لنا يعني، بس هو ممكن جاب المعجزات في يعني ارتباط تاني بشخصيات مهمه في حياه انبا ماكروفيوس. زي مين يا بونا؟ زي الانبا مويسيس اللي هو الابادوسي، مش اسقف اوسيم يعني عشان الاثنين مختلفين عن بعض. ده كان هو الاب الروحي للانبا ماكروفيوس، وحاليا هو في البليانا، ديره في البليانا. هو لما ترهبن راح في البليانا عند الانبا مويسيس. والصوره الوحيده الموجوده الأثرية للأنبا مويسيس هو رجل كده عجوز وشعره طويل كده وأبيض، وشايل أنبا ماكروفيوس كأنه طفل كده على إيده. فالعلاقة بينهم قوية جدا يعني. وأنبا مويسيس شاف رؤية لأنبا ماكروفيوس، قال له إنك أنت، أنا شفتك في رؤية وأنت يعني رئيس لمركب و بترأسه جيدا، وفي شعوب كثيرة راكبة معاك في المركب ده، وسمع صوت من السماء بيقول كده: يا ماكروفيوس الشعب الذي ترأسه يخلص جميعه من أجلك ويناله قدام الله مرتبة كاملة. الله. مين تاني من الشخصيات يا بونا؟ الشخصيات المهمة تاني البابا سيئودوسيوس 33. البابا سيئودوسيوس 33 جمعهم يمكن زيارة في اسكندرية على ما أظن. سمع بفضائل الأنبا ماكروفيوس، وإنه يعني اصلا ماكروفيوس ما كانش بيخدم ولاده الرهبان بس، كان بيعمل مؤسسات خدميه ويهتم بالبلاد اللي حوالين الاديره برضه. يعني ما كانش الخدمه قايمه بس الاجتماعية. على هنا في الدير او في الاديره اللي اساسها، لكن كمان بينزل للمجتمع يعني. كان بيخدم، ودي يعني حاجات
ما حصلتش في الرهبنه قبل كده يعني، كان سابع عصره يعني. بس دي بقت مدرسه الرهبنه بعد كده اتبونا يعني. دلوقتي احنا بنشوف الكنيسه مش بس الدور الروحي اللي بتهتم بيه بولادها، لكن خدمه المجتمع بشكل عام. صح، بس هو ده مش الاساس بتاع الرهبنه. الرهبنه الاساس التوحد، لكن لما انفتح المجتمع على الرهبنه ابتدت الرهبنه تخدم المجتمع، يكون ليها يعني دور مجتمعي يعني. القديس مكروفيوس شفيع الناس هنا، ويعني اهالي بقى ابو تيج ومحافظه اسيوط حتى بشكل عام. اعتقد بقى التوافد بتاع الناس هنا وانهم بيتشفعوا بيه، الناس بتحب المكان هنا، في معجزات كتير، وكل اللي يجي يحس بارتياح كده، مش بس المسيحيين، حتى الغير مسيحيين بييجوا يحسوا براحتهم في المكان هنا. واحد من الضباط مره قال لي انا اول ما بعدي بس جنب الدير بحس بارتياح خالص. الله. يمكن احنا بدانا الحلقه النهارده بالكلام ده، من اول ما دخلنا الدير، سواء المكان بتاعه يعني الدير حضن الجبل ان صح التعبير، ان الواحد بيقوله يخلي الواحد ينسى اي هموم او مشاكل عنده ويسيبها على الباب قبل ما يدخل. لكن اتفضل. كان حد من ابايا ساقطه كان جه هنا فقال انتوا ليه بتحسوا بالارتياح؟ بنحس ليه بارتياح هنا؟ لاني كل طوبة في المكان هنا عاشت صلوات كثيرة. نتكلم في صلوات وتضرعات وتسابيح بقالها أكثر من 1500 سنة يعني. صح كده. بس إيه حكاية الجزء اللي من أيام المصريين القدماء هنا يبونه في الدير؟ المغاير هنا يعني أكثر مغارة أثرية عندنا، اللي هي اللي فيها كنيسة العذراء أثرية، ودي فيها حاجات مش موجودة في أماكن تانية كتير. يعني بتيجي ناس يعني مترخين للمكان، الآثار وكده، في ناس أجانب بتيجي هنا يعني تنبهر بالمكان، لأن في فرسكات حلوة جدا جوه، وفي حجارة معمول عليها نقوشات من القرن السادس، ما فيش في أماكن دي تاني. يعني بيسجل القرون الأولى في المسيحية المكان هنا. زهرة الأكانتس دي اللي بترمز للحياة والقيامة، وجنبيها دايرة فيها الجربانة، فكأن اللي بيتناول هو اللي بياخد القيامة والحياة. صحيح. وحجر تاني كده عجيب، فيه عناجيد عنب وزيتون وحمامة. العنب والزيتون بيرمزوا لأسرار الكنيسة، والحمامة بترمز للروح القدس اللي بيعمل في أسرار الكنيسة. الدير عامر كان عامر هنا يبونا بآلاف الرهبان لما نقرا يعني. طيب امتى تم إعادة الحياة الرهبانية للدير؟ لسه ما عادش حياة الرهبانية، لكن سيدنا يعني شغال في الموضوع ده وعايز يعمل الحياة الرهبانية في المكان هنا، عشان كده اداني الشكل الرهباني. أنا كنت في الأول كاهن متبتل من سنة 2007 في المكان هنا، وبعد كده هو في 2017 أخذت الشكل الرهباني يعني. جميل يا ابونا. مش كتير في النوال بداية مش كتير في كنايسنا ان الاب الكاهن المتبتل يبقى راهب. لكن دي النوايا سيدنا عشان يرجع الحياه الرهبانيه ويبني كده، عشان عايز يرجع الحياه الرهبانيه المكان هنا. طيب ابونا القديس مكروفيوس برضو يعني امتى ظهر الجسد بتاعه، او الناس ابتدت برضو اقول انها يعني تعرفه بشكل اكبر، وانها تسمع عن كتير من القديسين بيجوا في وقت معين ربنا بيسمح بان هم يعلنوا عن نفسهم وعن كان الجسد بتاعهم موجود فين؟ فده حصل ازاي مع القديس مكروفيوس؟ أبا مكروفيوس مشهور قبل ما يظهر جسده بصراحه، لان الناس عارفاه هنا وحباه، زي ما حصل مع أبا كراس كده مثلا. هو محبوب لكن مش معروف مكانه. وبقى يعني في كثير من الاباء كده يعني. جسده ظهر بعد نياحته ب 733 سنه حسب ما السنكسار بيذكر يعني. وده لما كان شماس اسمه لوس التلاوي ضايع منه أبقاره، وكان في وقت زراعه محتاجهم ضروري، فابتدى يجي هنا على الجبل يشوف الأبقار بتاعته راحت فين. وهو بيدور عليهم لقي واحد أعرابي بينقب في الجبل يعني، هو حفار أصلا، وهو بيحفر لقي جسد أنبا مكروفيوس كامل. بس طبعا كان ابتدى يعني بعض جزء منه يتحلل، عشان كده اتاخد على مرحلتين الى البلد يعني. فساله على الابقار بتاعته، قال له انا ما شفتش حاجه هنا، وانا مش حرام ما خدتهمش يعني. فقال له بس عندكم هنا في حاجه يعني، انسان كده عجيب عليه نعمه غريبه، فتعالى شوفوا يمكن يعني يكون تبعكم. فجه شمس له ستلاوي وشافه، وعرف ان في بلاطه مكتوب عليها ومحفور عليها ان ده جسد أنبا مكروفيوس في تاريخ نياحته. فاخده ووداه لغايه البلد باكرام يعني. طب في ابونا مزار باسمه هنا في اسيوط، سواء هنا في الدير في كنيسه واحده باسمه في العالم، يمكن في قريه درجنادله هنا دي اللي موجود فيها جسد أنبا مكروفيوس. جميل.
هو في مخطوط تاني بيقول انه موجود في الدير هنا، لكن الارجح انه تحت يعني. كان ليه معجزات وقت ما هو كان موجود يا ابونا؟ لو قدسك تقول لنا حاجه منه. كان في واحد غني اسمه شنوده، وده برضه الكلام ده من المخطوطات، مش يعني تأكيد في حاجات حديثه كتير يعني حصلت، لكن بقول لك من المخطوطات يعني. ان في واحد اسمه شنوده كان غني، وكان عنده ابنه وحيده اسمها اكراميه كانت مريضه بالبرص. ووصل المرض يعني تفشى في الجسد كله، بيجي زي الجلجسه المعرايه من غطاها يعني. الجهل الانبا مقروف يسوع قاعد يشفعوا له انه يصلي لهم، فقال لهم انا ابرز بالخطيه وما مش هقدر اصلي لها، ما عارفش اصلي. وقاعد يتواضع يعني، فقعدوا يبكوا قدامه لغايه لما جاب زيت من القنديل وحطه على ايده ورشم المريضه دي، وفي الحال اختفى البرص من جسدها. برضه في واحده ثانيه اسمها صوفيه، دي كانت ايديها الاثنين يابستين مش قادره تتحرك ولا تاكل ولا تشرب ولا اي حاجه، برضه جات لانبا مقروفيوس ورشمها بزيت برضه القنديل، وعلى طول بعد ما شفيت ابتدت تخدم بقى الضعف والارامل وتعاون الكساوي للكنائس. جميل جدا وحياه جميله، ويا ريت بقى كلنا انا شخصيا قبل ما اجي لما قعدت اقرا القديس مقروفيوس ما كنتش اعرفه يعني. ما كانش عندي خلفيه عنه خالص يعني، فجميل ان احنا النهارده بنظهر هذه السيره الجميله يعني. ليه سنسكيات برضو كتير، لانه كان في المخطوطات بيقول كده ان هو كان بيصوم اسبوع اسبوع، وكان بيعمل 500 مطانيه صباحا 500 مساء. فكان يعني ماسك عهد خالص. ولما تنيح في المغاره بتاعته في الجبل، المغاره زي الانبا انطونيوس كده، يا دوب تشيل واحد فرد واحد بس. الله، موجوده يا ابونا المغاره؟ لا هي مش معروف مكانها بصراحه. مش معروف مكانها، لان الدير ساب فتره هنا، ففي حاجات مش معروفه فيه. يمكن الدير هنا محتاج اباب باحثين. ان شاء الله لسه كنت هقول كمان يعني، مش بس العلماء او الاثريين اللي ممكن يكون في اكتشافات ثانيه تحصل في الفترات اللي جايه. بصراحه كل شويه احنا بنتعلم حاجه من مكان طبعا، لكن الاكثر يعني كمان ان الحياه الرهبانيه ان شاء الله ترجع مره ثانيه، والاعمار يكون للدير بشكل اكبر واكبر، ويكون مزار ويكون ملجا لكل واحد تعبان او مهموم او محتاج للراحه. واحنا اخذنا بركه كبيره ونورتنا سمونا، اشكرك على المعلومات القيمه اللي قدمتها لنا النهارده عن القديس مقروفيوس سمونا الراهب القمص تدرس الاورشليمي امين دير القديسه العذراء مريم بدير الجنت. اشكر قدسك جدا يا ابونا، ولسه معاكم ولسه معانا كلام كتير، ومعانا قصص ربما حضراتكم اول مره تسمعوها، واحنا كمان يعني، ومعانا نتكلم عن نماذج حلوه خالص، ونتكلم عن الدير اكتر بعد الفاصل.